الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. تيرك اللي حاد وأركان الإيمان كم إذا وحوي إلا رميو القضاء وقدر. نعم، والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بمراتب أربعة، هي مراتب القضاء والقدر أربعة. قدرك أما قضاء قدرك للرمية وحي كين يسا أفر الرماد أو مراتب تقدرك إليه إلا رمية. الأول العلم، أن تؤمن أن الله علم كل شيء. مرتبة أخرى سوحوي العلم، إن أد رميسيد إلهي إن وحكست أغادي. الثاني الكتاب، أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء، كل شيء مكتوب. مرتبة اللبات إن أد رميسيد إلهي إن وحكست أكون كان كدعى إلهي وقري. الثالث المشيئة، يعني العبد الآن له مشيئة تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تقول أنا بعد الدرس أريد أذهب إلى السوق مثلا، شاء الله أن تذهب تذهب، شاء الله أنك لا تذهب والله لا يمكن أن تذهب. مرتبة السدحات وحوي المشيئة أما الدونست إلهي وحكست إرادة إلهي الدونست أيك حرينيهين هدي قفك وحضون الدونستي هسدي وحي الله بني ساد دونست إلهي مثلا هدي وقفك إرادة هدى مركي أن ماشان كتقن أيان سوق آذايا هدي إلهي دوننا وآذيسا هدى إلهي دوننا ما آذيس. أعمال العباد مخلوقة كالعباد، أعماش أما وحي أفعاش إنسان وسمينا أيه ومخلوق وإلهي يا أبو ري سيدو أدون قلبت سب إلهي وأبو ري. ماذا أصنع؟ محان سمينا أيه أؤمن بهذه المراتب الأربعة وحان رمينا أيه مراتب تاس أفرت أيان رمينا أيه. أحسن الظن في الله إلهي وحان وناجنا أيه ملاه إلهي أنك قب أيان وناجنا أيه. أقول أن الله اختارني وكتبني بأن أكون من أهل السعادة، نسأل الله من فضله للجميع. وحان لي هذا إلهي وحيد دورتي إن أنك من نغضتك إلى الليبان إلهي وحويد سينا فضلي سينا وأسعى لهذا أعمل لهذا الصلاة والصيام والزكاة أرنتاس أو أه إن قف لي مانين نقدنا وأصعنا يا أو وح أصعنا يا إن الصلاة دي صومك عبادة التي مادي وادعو الله سبحانه وتعالى جنبني طريق الشقاء، نسأل الله العافية والسلامة والله أعلم. إلهي هنا وح كم جن قلينا إنه نقادسي طريقة حن أو نار تلقو مضنا إلهي إنه نقادسي إلهي ما وحويد سينا نبتقلي ويد سينا والله أعلم.